بزاف ناس شاهدوا الفيلم تاع لاكازا دي بابيل، لكن قليل منهم اللي يقدر يعرف الشخصية اللي جات منها فكرة القناع. هو سلفادور دالي، إسباني الجنسية، رسام وفنان تشكيلي. الفن تاعو كان فريد من نوعه. الشخصية تاعو كانت تجمع ما بين العبقرية والجنون. ربما هذا هو السبب اللي خلاهم يجسدوا شكل الوجه تاعو في القناع. هذه المرة راح نسافر إلى الحضارة الفرعونية قبل 5000 سنة من الآن. أطباء الفراعنة تمكنوا من معرفة جنس الجنين في بطن أمه، هذا بدون أشعة راديو ولا أجهزة حديثة. لكن كيف كانوا يطلبوا من المرأة الحامل التبول في إناءين؟ إناء واحد يضعون فيه حفنة من القمح، والإناء الثاني يضعون فيه حفنة من الشعير. إذا نبت القمح أولا فجنس الجنين أنثى، أما إذا نبت الشعير أولا فجنس الجنين ذكر، وإذا لم ينبت لا شعير ولا قمح فالمرأة ليست حامل. رانديان أو الرجل الثعبان، ابن مدينة غايانا البريطانية، ولد عام 1871. لا يملك أي أطراف، لا يدين ولا رجلين، فقط رأس وبطن. كان يرتدي بذلة تشبه الجوارب. برع بإتقان 4 لغات، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية والهندية. دخل مجال التمثيل بمشاركته في فيلم الرعب فريكس عام 1932. بفضله حقق الفيلم أرباح وشهرة خيالية، وأبدع كذلك في الرسم، الكتابة، ولف السجائر وإشعالها. حياة الرجل الثعبان لم تقتصر على الفن والإبداع فقط، بل استطاع تأسيس عائلة وأنجب 4 أطفال، وتوفي في 63 من عمره. عظيم. بوابة النجاح، عنوان الكتاب الأكبر في العالم للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله. دخل الكتاب موسوعة جينيس عام 2018. هذا الكتاب مكون من 10551 صفحة بطول 57 سنتيمتر ووزن يتعدى 45 كيلوغرام. محتوى هذا الكتاب عبارة عن حكم، أقوال وأمثال شعبية. البحار السويدي كارل إيميل. عام 1904 خرج كارل في رحلة بحرية، شاءت الأقدار وغرقت سفينته وسحبات الأمواج إلى جزيرة نائية، بالضبط جزيرة بابوا في غينيا الجديدة. وقع كارل في مأزق كبير، لأن سكان هذه الجزيرة كانوا معروفين بأكل لحم البشر. لما عثروا عليه قدموه قربانا لملكهم. ابتسم الحظ لكارل، فابنة الملك قد أعجبت به وأرادته أن يكون زوجا لها، فبدلا من أن يكون وجبة للملك وجد نفسه زوجا للأمير. حظ كارل لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد موت الملك أصبح هو الملك للجزيرة. في هذه الحياة ستواجهك العديد من العقبات، لكن في الأخير دائما الخير فيما اختاره الله. إذا أعجبكم هذا الكونتوني خلونا لايك وأبوني.